حضرت. مش احسن ما الشاب ده مادام بيحب السينما ان انا بديله طريق صح يمشي فيه بدل ما يلجا الى تطرف الى ارهاب الى مخدرات والى 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 والى. خطرت لي بقى الفكره دي اللي انا عرضتها على وزير الشباب، قلت له انا عاوز اعمل برنامج يتصور في كافه محافظات مصر يعمل فكره كامله. حضرتك عن مهرجان كام النهارده وعن مشاركتك معانا؟ يعني هو مهرجان مهم جدا وبعتبره من اهم المهرجانات، واتمنى اشارك مهرجان كام كل سنه. المخرج المتميز عمر عبد العزيز، اهلا وسهلا بحضرتك. أهلا. في بابا رتزي. اهلا بيك، منورنا، ربنا يخليك. كلمني اكتر النهارده عن مشاركه حضرتك في مهرجان كام. لا أنا مكرم مش مشارك، يعني أنا كنت رئيس أول دورة المهرجان كام من 5 سنين وفوجئت بتكريمي، بشكرهم على التكريم وكتر خيرهم يعني. طيب حضرتك، يعني عايزة أعرف رأي حضرتك مين المهرجانات اللي فاتت، السنين اللي فاتت والسنة دي؟ والله هو شوفي أنا تملي بقول مصر محتاجة أي لمبة تنور. إحنا عشنا في ظلام فترة كبيرة، أي مهرجان بيولع لمبة إحنا محتاجينه. ومعانا النهارده استاذ امير اباظه، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك، منورنا في بابا رتزي. تسلمي، ربنا يخليك. احكي لي النهارده عن مشاركه حضرتك في مهرجان كام. انا رئيس لجنه التحكيم الدوليه، معايا 6 اعضاء من دول مختلفه، معايا من سوريا كندا علوش، معايا ناصر حسن من العراق، معايا من مصر نورهان، ومعانا كمان في مخرج سوري اسمه علي هاشم للاسف اعتذر لسبب ظروف اللي بتحصل في سوريا يعني، ومعانا محمد يوسف الشريف من مصر ونورهان. ايه راي حضرتك النهارده في تنظيم المهرجان؟ ايه راي حضرتك النهارده في المهرجان؟ مهرجان كام؟ المهرجان كان انا اصلا عضو فيه اساسي، من مؤسسين فيه احنا، وانا عملت فيلم في اول بدايته من 5 سنين كنا عاملينه. 5 سنين؟ عملنا شاركت فيه وكنت من اعضاء المؤسسين، ولكن النهارده انا جيت من غير ما حد يدعوني يعني، فانا جيت كصاحب الفرح يعني. طب ومتغيب ليه عن بقيه المهرجانات؟ والله ما كانش حد بيقول لي المواعيد خالص يعني. طبعا وده سوء تنظيم جامد في المهرجان جدا 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 الى ابعد حدود، ما فيش تنظيم وبيحطوا الناس في غير مكانها وشكل مش حلو قوي. النهارده استاذ علاء نصر رئيس مهرجان كام، اهلا وسهلا بحضرتك في بابا رتزي يا فندم. اهلا وسهلا بيك. اولا مبروك على المهرجان وعلى الافتتاح النهارده، حاجه مشرفه ما شاء الله، حاجه حلوه جدا، تكريمات كتيره جدا. ممكن تكلمني اكتر النهارده عن المهرجان؟ مهرجان كام السينما الدولي للافلام القصيره بتنظمه الجمعيه المصريه العربيه للثقافه والاعلام والفنون، ودي الدوره الخامسه بتحمل اسم ملك الشاشه الفنان الكبير فريد شوقي رحمه الله. ومعانا الفنانه نورهان، اهلا وسهلا بيكي في بابا رتزي يا نورهان. اهلا بيكي حبيبتي. ايه الاخبار؟ الحمد لله. ايه غايبه فين كل اللي كنت الفتره اللي فاتت دي وفجاه ظهرتي بحاجات مشرفه جدا؟ والله الحمد لله، يعني كانت فتره لسه كنت بربي ابني وباسسه وبكبره، ولما لقيته شد حيله شويه رجعت بقى الحمد لله، والحمد لله ربنا كرمني في هبه رجل الغراب والف ليله وليله وابن حلال وحاله عيش، الحمد لله. الحمد لله، رجعتي بقوه جامده جدا ما شاء الله. شكرا. يعني ما بنحسدش، الله اكبر. شكرا. قولي لي النهارده مشاركتك في مهرجان كام؟ والله انا الحمد لله تم اختياري اني اكون عضوه في لجنه التحكيم، وده طبعا حاجه انا شرفت بيها وكنت مبسوطه بيها جدا، واتفرجت اليومين اللي فاتوا على مدار اليومين يعني على افلام كتير من بلدان وجنسيات مختلفه، وحاجه مشرفه وجميله وفيها فن وفيها طاقه ابداعيه كبيره، ولسه هنكمل ان شاء الله كمان بكره، وانا مبسوطه بالتجربه كلها بوجه عام، وبشكر رئيس لجنه التحكيم انه اختارني لهذا الشرف، يعني الاستاذ الاستاذ الامير اباظه واستاذ علاء برضو، والحمد لله كانت تجربه جميله وانا سعيده وفخوره بيها. بابا رتزي اليومين دول يا جماعه عندها نشاط جامد جدا في المهرجانات، قاعدين بنلف كل المهرجانات على مستوى الجمهوريه تقريبا. النهارده احنا في مهرجان كام زي ما انتم شايفين للافلام القصيره، مدير المهرجان علاء جاد عامل النهارده تنظيم مختلف عن كل السنين اللي فاتت. هو المهرجان دلوقتي تعتبر دورته الخامسه، بس الدوره السنه دي تعتبر مختلفه شويه ومميزه باراء لجنه التحكيم عن السنين اللي فاتت، فيها تقدم وفيها رقي ملحوظ جدا
السنة دي. النهاردة عاملين تكريمات لوفاء عامر وإلهام شاهين وبعض من النجوم. النهاردة الافتتاح بتاع المهرجان. أشوفكم إن شاء الله في الختام. باي باي. قدرت أقوى موقع فني في مصر.